عند صلاة العشاء سهى الإمام، ولكن كانت ركعاته صحيحة، فسجد سجود السهو وسجدنا معه مرة، ولكن في المرة الثانية لم نسجد لأننا كنا على يقين أن صلاتنا صحيحة وليس فيها سهو. في هذه الحالة هل نتبع الإمام فيما يفعل أم ماذا؟ نعم، يجب عليكم متابعة الإمام. إذا سجد الإمام للسهو فاسجدوا معه، لأن المأموم تبع لإمامه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. فيتابع الإمام في سجود السهو وفي غيره. نعم.